بصراحة أنا ما اشتريت هذا الطوق لما كانوا الحرامية عم يهربوا. حدا منهم وقعوا شنتاية ريا بالغلط طبعاً. على حالتين. اسمعي، بدي منك شغلة واحدة، خلي هالطوق برقبتك بس مشان ريا، وأكيد رح أدفع حقه بعدين، وفيك تحتفظي فيه، وإذا بدك بتهدي لشي حدا مثل ما بدك. اسألك شي حدا خليه دلنا، مو شايف في حدا حتى أسأله. لك هاد تبع الميتور، خلينا نسأله. عمالك معلم معلم دقيقة، بيت أبي شيك بريم ميهرة، كيف منقدر نوصل عليه؟ قالونا بهالنواحي هون. البيت قريب من هون، بالأول روحوا على اليسار وبعدين على اليمين بتكونوا وصلتوا. ماشي شكرا. هاد المعلم رد عليه. وينكن انتو؟ شي خمس دقايق ومنكون عندك. اسمعني منيح، لا تجي لقدام البيت، فوت من الباب الخلفي، جبتلكن تياب لألكم. ماشي معلم. تياب؟ شو بيعرفني؟ براتشي 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 شبك براتشي براتشي، يلا قومي رح ساعدك، قومي شدي حيلك بقى، ما تكوني ضعيفة هيك، كلمة واحدة بتخليك تنهاري، قومي ما تضلي قاعدة، خلينا نفوت لجوا. لا لجوا ما بفوت، لأن ريا ما عارف قاعدة، ما بدي فوت، رح يتمسخروا علي، رح يضحكوا علي، وانه رامبير استغلني وضحك علي، ما بدي فوت لجوا جهانا، لا رح يحكوا حكي صار وما صار، لانهم رح يلاقوا فرصة حتى يجرحوني بلا الفوت. راتشي مين اللي بيسترجي يتمسخر عليك او يحكي كلمة لكان انا وين رحت؟ يلا قومي خلينا نفوت لجوا. ما عم تفهمي، ما عم تفهمي شو قلتلك، ما قلتي انه بحبني؟ لو بحبني، لو بحبني هو ما كان تركني لحالي جهانا، ما كان ما كان عمل فيني هيك، ما كان يحبني جهانا. إذا أمي عرفت شو رح تقلك؟ لا أطمني ما رح تقول شي، لو سمحتي خلينا نفوت لجوا، لأنه إذا حدا شافك قاعدة هون وأنتي بهي الحالة هو شو رح يفكر وقتها؟ يلا نفوت. قومي على مهلك، تعالي معي. البسوا هدول، ما حدا رح يعرفكم لأنه أنتوا الاثنين هلأ مطلوبين، وهدول لألكم، رح تلبسوا نفس تياب الخدم، ديروا بالكم خليكم مفتحين، ما بدنا نغلط بشي. بس معلم ليش لابس مثل الخدم؟ ما بيطلبوا هوية الخدم. هلأ خلونا نبلش بالشغل، أنتوا بتكونوا بين الضيوف وأنا رح ضل دور منيح بالبيت للاقي ميرا. ومين هي ميرا معلم؟ ميرا هي البنت يلي معها الطوق.